معظم الشباب بيتمنوا انه يحصلوا على جسم رياضي وجذاب مثل ابطال الافلام او عارضين الازياء. طبعا الضخامه والخشونه يلي بيحصل عليها الرجال من ممارسه الرياضه مهمه حتى تلفت الانتباه، وخاصه عند الجنس اللطيف. التمتع بجسم رياضي بالنسبه للرجال ما بيرتبط بعمر معين، الكل بامكانه بناء جسم رياضي. اذا انت حابب يكون جسمك رياضي لازم تلتزم بعده قواعد. القاعده الاولى، الالتزام بمواعيد التدريب. تنظيم الوقت بشكل يومي بيحفز الجسم على بناء العضلات بشكل أسرع. القاعدة الثانية، النظام الغذائي المتوازن. الغذاء السليم اللي بيجمع بين الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات بكميات معتدلة هو المناسب لبناء جسم رياضي. القاعدة الثالثة، النوم. النوم الكافي من أهم عمليات البناء داخل الجسم. عقولة المثل، نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير. القاعدة الرابعة، التقليل من السكر الصناعي. السكر الصناعي بيقلل من سرعة بناء العضلات وممكن تكون سبب انه جسمك ما يتطور ويصير عندك دهون. القاعدة الخامسة، ابتعاد عن الوجبات السريعة. الفاست فود كنا منحبها مثل الشاورما والبرجر، للأسف مليانة فات يعني دهون، ويلي بتخلي جسمك يتراجع كتير وما بقى يتطور. القاعدة السادسة، الابتعاد عن الهرمونات والمنشطات. اكيد رح تحصل على نتيجة حلوة بالشكل الخارجي لجسمك، ولكن للأسف هي خطيرة، ممكن تعرض قلبك أو كبدك للتلف. من بعد 30 يوم بالتزامك بهي القواعد رح توصل لنتيجة حلوة.